العد التنازلي بدأ والأنظار ستتجه إلى العاصمة ياوندي التي ستكون مسرحاً لانطلاق عرس إفريقيا الكبير في حفل ينتظره عشاق الساحرة المستديرة على ملعب أولمبي الذي سيكون شاهداً على مباراة الافتتاح بين البلد المنظم الكاميرون أمام بوركينا فاسو في مدرجات تتسع إلى 60,000 مناصر من مختلف الجنسيات سيسجلون حضورهم في افتتاح الطبعة 33 للكان. نسخة الكاميرون ليست كسابقتها، فالتحدي سيكون أكبر وكورونا سيكون الشبح الأسود الذي يخيم على نجاح هذه الدورة، خاصة بعد نجاح النسخة الماضية التي أشاد بها الجميع. وما يرفع سقف التحديات عالياً للبلد المنظم هو الوضع الصحي الصعب الذي يعيشه العالم بأسره. الحضور الجماهيري في المدرجات وفي جميع المواجهات سيقتصر على 60-80% كإجراءات احترازية ليلقي الفيروس بظلاله على حفل الكان الذي سيكون مبطوراً من أهازيز الجماهير التي لطالما صنعت المتعة والفرجة وكانت المحرك الرئيسي لكرة القدم في المحافل الدولية. لكن الأكيد هو أن الكاميرون رفع التحدي ولم ينحني لأطراف أرادت تعكير صفو نجاح هذه الدورة لتقول للجميع أنا هنا، بخمسة ملاعب توزعت على مدن مختلفة وذراعين مفتوحتين لاستقبال الأسود الغير المروضة الضيوف. ملعب أولمبي الذي يحتضن حفل الافتتاح سيبوح لنا بالإجابة عن السؤال: هل ستنجح بلادك في إقامة عرس كبير كهذا يا صامويل إيتو؟